هلو هاي حبايب قلبي، ويلكم باك تو ماي شانل. ورا غياب كلش طويل. ايش قد رحمه شهر؟ انا ما ادري ليش كل ما احاول التزم باليوتيوب تطلع لي شغله صفح وافصل عن اليوتيوب، بس ان شاء الله هالمره ان شاء الله بس ما افصل، واحاول بالاسبوع انزل فيديوهات اثنين او فيديو واحد ان شاء الله. بس ادعوا حبايبي كالعاده لا تنسون تخلون لايك وتشتركون بقناتي وتفعلون جرس الاشعارات على مود يوصلكم كل جديد، وشيروا الفيديو وعلقوا شقد ما بيكم، راح اجاوب كل التعليقات. اوكي ما اريد اطول عليكم. اليوم الفيديو راح يكون عباره عن رده فعلي على تيك توكاتي القديمه. كلش فشلانه من نفسي انا اصلا، شو راح اشوف تيك توكاتي القديمة؟ فشلة جد فشلة. قبل لا نبدي الفيديو روحوا جيبوا لكم شي تاكلوا او شي تشربوا، واني هسه راح اجيب لنفسي حليب و هاي الفتشي اللي ما اعرف شو اسمه بس احنا نسميه ادمغة. ولا يروحون يسوون ريبورت. المهم هو هذا الفتشي اللي ما اعرف شو اسمه، حمص حمص بالجدر ينبص. هاي انتي رحمة. رحمة عبارة عن حمص بالجدر. هاي حلوة يعني مو حلوة. المهم حبايبي هسه راح نبدي ناكل ونشرب، وشنو ردة فعلي على فيديوهاتي القديمة، وانتم هم كتبوا لي على كل فيديو ردة فعلكم ايش قد تقيموه من 10. طبعا حبايبي الخلفية مال فون الوول بيبر اني هذا كلش احبه مال سبيرتد اواي، يخبل هذا الانمي. المهم ما علينا، يلا خلينا نروح على التيك توك وننزل للنهاية. اوكي طبعا نزلت للنهاية الى ان وصلت الاول فيديو الي ودا تشوفوه طبعا ويا رحمه. يلا خلينا ندخل للفيديو. الصوت رايح. عسى رحمه بس لا تشوفين الحركات اللي تسويها. انه بابا شكلك بابا شكلي شايف هذا ما سينا جوميز. اي بس رايح الصوت دبا الحركه حياتس خو ما تساني. لا داعش على نفسي حبايبي. هذا الفيديو 0/10 0/10. انتوا ايش قد تقيموه؟ يا اني فشلانه، اني بهذا الفيديو دهزئ نفسي، هذا الفيديو اللي على اليوتيوب انا دهزئ نفسي بنفسي بس عادي. يبقى حركات الحواجب واللسان بالنسبه للتس. الله هاي النبته اللي ورانا لحد هسه عدنا اياها. روح على الورا. اوه كنت طبعا هنا انا بهذا الفيديو تعجزت ابدل، فاذا تلاحظون لابسه بيجامه من جوا ومن فوق قميص، ويعني كنت ما مهتمه عادي، وعندي اصلا شنو كلش طبيعيه الامور. هاي ب 2018 الله ياخذني بس على هالفيديوهات. ايه هذا همي انا، هذا راح اعطيه 5/10 لانه كنت وياي خاطر البزون مو خاطري اني. يبا احنا عود يعني شلت شعري انه بنفس القميص، هسه دي غير القميص دي غير القميص. ايش كنت تطون هذا الفيديو حبايب؟ انا انطي 1/10. وليش دا اعطي 1؟ الخاطر القمر اللي وراي يعني مو على مود شي. اوكي هنا بديت باول فيديوهات بالاغاني العربي. هذا احب الفيديو بليز، هذا احب الفيديو. ولو شكلي يع بس ف الخاطر خاطر شنو حتى ماكو شيء لا خاطر يعني هنا بالفيديو. المهم راح اعطي 6/10 هذا الفيديو. ايش قد تطلبون؟ اكتبوا لي جواب بالكومنتس. يلا حبايب على الفيديو الورا. أبو أبو دامان مدرى إيش. إيوو شوكولاتة. طبعا أنا أقول لكم هاي ليش حركة اللسان كانت عدي شوي مقللتها، لأنه كنت أكره أسناني والكل يتنمر على أسناني إنه أسنان السنجاب أسنان شلون تكون شي متقدمة هيجي لهنانة، فحاول أطلع أسناني عم أخفيهم. واو شلون حركة على أساس ما تبين تختفي الأسنان. واو يلا على الورا. صفر هذا سالب سالب، هذا سالب 20 سالب مليون. This is a police investigation, okay, so you have to tell لا the لا 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 أذكر همش نعم بداش نمزح كل بيتي خمسة حتى تشتري سالفة. رحمة راح اوصف هذا الفيديو بكلمتين. وجه السحلية. لا لا انت وجه الجرادة وانا وجه السحلية. لا
انت وجه السحليه؟ يلا هسه هذا الفيديو انت وجه السحليه وانا وجه الجار. هذا الفيديو الجاي نحكي السدوار. اوكي سالب مليون، سالب تريليون حبايب، سالب اكبر رقم بالعالم. دباع التيشيرت العليا قاصر. طبعا هاي الرجل اللي وراي اللي تشوفوها، هاي رجل رحمة كانت نايمة وراي وانا ولا منتبه ومنزلت الفيديو طبيعي يعني. الله ياخذني بس. واحد من عشرة. ايو بعد تمثيل، التمثيل واحدة عالية مية من مية. بس اسناني صراحة خلنا نعترف كانت حيل ايو يعني التقويم. المهم هذا الفيديو اربعة من عشرة يا اخي. مع الأسف هنا أنا رحمة بدأت الصورة أطول مني. بيا سنة 2018 شهر التاسع 3/9. مع الأسف رحمة هسه أطول مني بمراحل. أربعة من عشرة هذهم. خلاص بهذا الفيديو اثنيناتنا سحليات. رحمة رحمة بعد ضعف وتشنتي نوبة شعر. ايش دا اسوي بيه؟ ايش لابسة رحمة انت؟ مش لابسة، لابسة جميع انواع الحيوانات. واحد من عشرة. اوكي لا، من هذا الفيديو انا بديت انا اعرف صراحة. بس باعوا بيبيتي ورايه. لا أنا أحب هذا الفيديو فراح أعطي 6 من 10. أحب هذا الفيديو. إيش قد تطو اكتبوا لي جواب الكومنتس. أوكي أنا منها شوي بديت أقتنع بنفسي، شوي بديت أحب نفسي. ف وبالنسبة للرحمة اللي مشيتي من وراي، طبعا ما عندي على التيك توك، إذا تروحون تلاحظون فيديوهاتي ما عندي على تيك توك فيديو اهلي مو موجودين وراي. لازم كل الفيديوهات يا اما اهلي يا اما قرايبنا صديقاتي اصدقائي لازم يطلعون وراي بالفيديوهات، ما يعرفون الواحد يصور براحته. المهم ننطيب 7 من 10. اوكي هذا الفيديو ما احبه وقت نزلته على الانستغرام. سبعة من عشرة. قلت الطب طبعا دا تشوفون هاي المناظر، هاي صارت عليها بيومها بهذا الفيديو معارك طاحنة على مود اخذ المناظر من ماما وصور بيها. بس اعترفوا اعترفوا اسناني صايرة بهواية احلى من هنا. انا بقى هنا أنا اسناني ايو. 7 من 10 عادي يعني. اذا راح تطو مثلا يعني سالب 0 1 2 عادي اتقبل، ترى اني النقد كلش طبيعي فعادي يعني قيموا براحتكم. اتس اوكي حبايب. يلا روح على الفيديو اللي ورا. اوكي هذا الفيديو هم كلش احبه، بس يعني نور مخربه السالفه بحركه العين والضوء كلش مخربتها وحركه اللسان. ننطي 4 من 10. ازعز هذا الفيديو انا كل شيء اكرهه. شد حالي اقلد الترند والله. احس جاني صداع من شفت هذا الفيديو. الله يساعد الناس شلون كانوا يشوفوه. لا واثقه من نفسي يا اخي، فول واثقه من نفسي هنا. 3 من 10. نور الحزينة الحزينة أقدم لكم.
الله مع الحركة. انت تجيش قشعريرة. انت ما شفتي الحركة مال الراس هاي الهيتشي مال الشتوف. لا تذكرني بماضيك اللي راح. صدق لا تذكروني بماضي. لا أربعة من عشرة؟ صرتي تقولين ثلاثة شفت اسمه. ثلاثة من عشرة الله خاطر رحمة. حيل تذكرون هذا الترند؟ عارفني عيا من ذي تسوي كذي. صدق؟ والله ما ذكرت. زين حبيت المهم عادي يعني أنا سويت الترند بوقتها و. لا مو سبعة عاد أوفر. نبعي ها لا هذا غيره. هذا سالب مليون ما أريد أصلاً أكمله. عملة تلعب نفسكم. لا لا هذا ايه هذا 8 من 10 رحمه ما انت لا تقيمي انا اقيم حبايب اذا تريدون الفيديو الجاي همي انا تكمله فيديوهاتي القديمه رحمه تقيمها وياي يعني انا ما احكي انا بس اقعد يمها وهي تشوف الفيديوهات وتقيم تريدون ايش فيديو اكتبوا لي جواب التعليقات خلينا نخفز طبعا دولة ما حبيتهم ابد ما ادري انا لانه اسناني من ورا التقويم ما اقدر اكلهم ف عشان نعمة الله المهم هذا الفيديو مال كيف تعلمت انجليزي انا احبه فحنطي 8 من 10 وهم هنا بديت انا اعرف شويه يعني او هذا الفيديو ما احب هذا بوقتها كلش طش وهو بيجات كانوا ينشروه هيك شيء كانه مو شيء كانت احلى من هسه شو تقولون انطيه 7 من 10 قلت طول الفيديو هنا رحمه صارت اطول مني مع الاسف دا حالة طول نفسي دا أوقف على طرف أصابعي طبعا هذا نشره بيج معرب بوقتها وكلش فرحنا صدق كلش فرحنا مو مش قد تطو هذا أني أنطو أني أنطي 7 من 10 لهنا وبس حبايبي ما راح نكمل اذا تحبون الفيديو الجاي يكون رحمه دا تقيم فيديوهاتي القديمه وطبعا رحمه ما حد يلحقها بانه تعيب على الشغله او تسوي منها او انه تسوي منها هاي الشغله فشي كلش يضحك يعني ما حد يلحقها بهالسالفه رحمه تاخذ يعني صدق تاخذ البيج برايز تاخذ الجائزه الاولى فاذا تحبون تشوفون رحمه وياي بالفيديو الجاي وهي دا تقيم فيديوهاتي واني ساكته فاكتبوا لي جواب بالكومنتس على مود نسوي لكم فيديو رحمه تقييمها الفيديوهات القديمه مال التيك توك حبايب قلبي وداعت رابونزل المهم لا تنسون حبايبي تخلوا لي لايك وتشتركون بقناتي وتفعلون جرس الاشعارات وتعلقون ايش قد ما بيكم وتشيرون الفيديو على مود تشجعوني انزل لكم فيديوهات شنو اكثر واكثر وحبايبي الجول الجديد مالتنا الهدف الجديد مالتنا هو تن تران تن تن الميت كي خلينا نوصل للميت كي حبايبي واحبكم كلش هواي باي باي